ديال الغرب راه حاسبينو بحال شي حشره ما عطينش قيمه. ما بان لينا حتى حل، راه حنا قررنا باش ما نزرعو حتى خط الا يكون معنا شي حل. لا ما كانش حر ما نديروش منظر. والله العظيم الا الفلاحه في منطقه الغرب الا كيعانيو مرتين حقوق ديالهم مهضومه، الله يدير شي تاويل ديال الخير. المشكل اللي عندنا مطروح الاخوان الفلاحه كاملين كيعانيو من واحد المشاكل اللي عندنا اون جينيرال ونقولوها اون ديتاي، يعني المشكل ديال الزريعه كيف ما قال الاخ المحترم السابق، يعني الزريعه فيها فيروس ويسير هذه 100% بالنسبه لي انا شخصيا، يعني زريعه تعطي 30 طن في القطار لا يعقل، ابخي فيها فيروس يعني مرض لينا حتى الارض. هذا المشكل خصنا نطرقوه، خص وزاره الفلاحه تكون حتى هي واقفه مع هذه الفلاحه ديال منطقه الغرب. كنعانيو من مشكل ديال الانتاج ديال الشمندر السكري، كان المونطون ديالو كيتجاوز ما بين 45 يوم 50 يوم، دابا المونطون ديالو ولا ديال القليع ولا كيوصل 3 شهور. 3 شهور يعني الشمندر كيخمش في الارض. بالنسبه لوزيل المكنانه اللي عنده باش عاد تقاوم هذاك الانتاج كامل على حساب المساحه اللي مزروعه ديال لي هكتار ما كافياش. الفلاحه كيخمج ليهم كيسمحوا لهم في الشمندر ديالهم، ما كيعطيهم لا تعويض، ما كيقلبوا عليهم بحال شي حشره ماتت. هذه بكل صراحه الفلاح ديال الغرب راه حاسبينه بحال شي حشره ما عاطينش قيمه. المشاكل الاخرى ديال لي زامبيرتي، حنا علاش يحيدنا الوزين لي زامبيرتي اللي هي الوسخ؟ تدافع كاميو فيه 20 طن كيقول لك بقات فيه 16 طن، 4 طن كامله وصار، لا يعقل. مشكل ديال لا اس ار تي الحلاوه، حنا ما سوقناش في حلاوه، عطيتينا انتاج كيف هذا الفلاح كيف هذا الفلاح كيف هذا الفلاح. خلاص كاين اللي كيتخلص ب 700 درهم، كاين اللي كيتخلص ب 300 درهم، كاين اللي كيتخلص ب 400 درهم. علاش؟ علاش هذا النفاق؟ خاص خلاص يكون موحد بالنسبه لجميع الفلاح. كيف يتخلص الفلاح الصغير كيف يتخلص الفلاح الكبير؟ هذا المشكل ديال الخلاص، كاين اللي يتخلص ب 4000، كاين اللي يتخلص ب 5000، كاين اللي يتخلص ب 700 درهم، كتنوض الفتنه ما بينات الفلاحه. هذه بكل صراحه. المشكل اللي كيف قلت لك ديال الوزين ما عندوش لي ماشين باش كافيا الانتاج اللي كانت المده ديالو 45 يوم ولات المده ديالو 90 يوم. خاص الوزين يشوف هذا المشكل هذا ووزاره الفلاحه، وحنا كفلاحه متضامنين راه ما نديروش الشمندر السكري حتى يديروا معنا شي حل. الخلاص يكون موحد بالنسبه لجميع الفلاحه، ما عندناش مشكل هذا عنده حلاوه 20 18 16. خاصنا اي فلاح كياخذ من عندهم الزريعه، كياخذ لي برودوي شيميك بالنسبه اون جينيرال، كياخذ الملحه ولونغري من عندهم، يعني تقريبا المونطو كيوصل ديال الدين لكل فلاح من 10000 درهم حتى ل 15000 درهم اللي كياخذها الوزين دين الفلاح. والفلاح زايد مصير من جيبو، مصير واحد 8000 حتى ل 10000 درهم من جيبو زايده، يعني ملي كيجي الفلاح كيتخلص كيلقى راسو الدين اللي خدا الوزين، وهذاك الشيء اللي مصير من جيبو ما شايط له والو. ربي معاه، واش واقف هذاك الفلاح وغادي جاي وهاز راسو الفوق، راه ربي معاه والسلام. راه والله العظيم اخي، راه والله العظيم حنا في دولة الحق والقانون ودولة الإسلام، والله العظيم إلا الفلاحة في منطقة الغرب لا كيعانيو مرتين حقوق ديالهم مهضومة، الله يدير شي تاويل ديال الخير. كنطالبوا من الناس المسؤولين ومن جلالة الملك حتى هو يشوف هذا الأمر هذا ويشوف من حالة هذه الفلاحة، والفلاحة راه هي الركيزة الأساسية ديال المملكة. خصنا نتفقوا ونتعاهدوا، لحقاش حنا لا اتفقنا راه غنوليو قوة. الوزير راه ما عنده حتى حاجة، عنده القصدير. احنا اللي كنوجدوا السلعه وحنا اللي كنضربوا تماره. اول حاجه نتفقوا، ثاني حاجه تيهضروا على السعه ديال الوزير. الوزير راه تيلعب بينا، حنا عرفنا منطقه ديال الماء كيلعب بينا، تيدير مثلا واحد المساحه اللي زايده عيضربها الماء ولا عيضربها هذا. هي شتي هذا العام كاينه الطوناج ضعيف هذا العام، الوزير فوق السالة كلشي الطوناج كله غادي 70 طن 80 طن فوق شي سالي، كره باقي خدام ها، كره الشمندر نص خسر. على 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 هذا الاساس الوزين خصو يقد براسو، راه بفلوسه يزيد وزين خور ولا يزيد، ماشي شغلو ما يضيعش الفلاح. صافي الفلاح مسكين راه تيضرب تماره ما يضيعوش. هذه نقطه. هذا النقطه الثالثه ديال المكنانه. تتعرفوا ان المكنانه الوزين اللي كان تيقلع باليد شي حيدو الوسخ، تيحيدو الزنطيط تيتحسب وسخ، تيحيدو الفوق القشره الفوقانيه، الزنطيط ولا تطيحوا الماكينه تتحيد لك 10 ولا 15% هنا وتزيدوك هما 20% هي 35%، انت خدام فابور فابور خدام.
ولهذا خصنا نقرعوا ناسسوا على ان المكنانه يكون واحد 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 السقف ديال 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 الوسخ اللي ما يتعداش واحد 5%. يدبروا راسنا ديك الساعه هما شغلهم. الفلاح هو اللي حاسب الثمن اللي كيضرب من شهر من شهر 10 ولا من شهر 9 اللي كيزرع الشمندر هو واقف هو ولاده وعائلته ومرا في الدار واقفه كتوجد الماكله خدامه يعني الفلاح ديما في تماره. واللي كنطلب من الاخوان المسؤولين هو ان هذه موسمين الفلاح ضاع فيها. موسم ديال الشمندر السكري 2019 2020 وموسم 2020 2021. الفلاح تكرفص بقى الشمندر في البلاد جا الوزير سمح فيه وبدون تعويض. التعويض ما كايناش. الفلاح فين غيمشي الفلاح؟ جمعيات النبتات السكريه ما كديهاش فيه سمح فيه. الوزير ما عنده غارات. المسؤولين ديال الفلاحه كلهم لا يفكرون في الفلاح. فالفلاح ديما ضايع دائما ضايع. لهذا كنطلب من تعويض الفلاح. جات الخساره الفلاح يتعوض. الفلاح يتعوض بحالو بحال الفلاحه ديال الدول اللي كاين في اوروبا. حتى هو فلاح زرع العام كله هو العام كامل هو واقف. اذا جات الخساره خاصو يتعوض خاصو يتعوض خاصو يتعوض. اخواني الفلاحه انا راه كنت ندير بالمية بالثمانين سبع سنين هذه باش حيدته ما بقيتش نديرو. علاش ما بقاش ندير الشمندر؟ حيت ما بقاش فيه. جيت انا 90 طن في الجفاف ومن درت عمليه حسابيه لقيت راسي الغطار مخلي لي مليون و40. درت 10 الغطارات ديال الفول سقيتهم جوج سقيات عطاوني جوج ملايين في الغطار. انا كنت نديرو هبست هذا الثامن في السنين وها ولاد عمي تيسمعوا. والفلاح اليوم راه عاد لحقهم هاد الضر. انا عاقب كريح حبست. بالنسبه للشمندر كاينه ثلاثه ديال المسائل هما اللي كاينين. كاينه تحديد ديال الاثمنه وبالنسبه لديك المكنانه هما اللي فرضوها علينا ما خصهاش تفوت 5 ولا 6%. وبالنسبه للثمن خصو يتحدد. الا ما تحددش الثمن راه الاخوان كاملين متفقين باش ما يديروش. وهنايا راه ناويين هنا اليوم نتعاهدوا ونتحالفوا اليوم في هذه الساعه هذه اللي كنهضروا فيها هذه على واحد القدر ديال 500 درهم ولا 600 درهم للطون. والمكنانه ما تفوتش لينا 5 ولا 6 ديال الوسخ. وبالنسبه للقليع ترتيب اللي زرع الاول يقلع الاول اللي يقلع الاول والثاني بالثاني الثالث بالثالث وتكون المساواه في القليع. ماشي واحد زرع قبل من الاخر وعاود يقلع قبل منه ولا. هذا العام انا درت 32 غطار ديال الشمندر تقريبا بقات عليا واحد 45 مليون خطيه. وفي ديك اللحظه اللي جات الشتاء وجاو الناس مسؤولين من كازا 11 طوموبيل اللي جات عندي جاو تال تما وصوروا كل شيء وشافوني كنضرب تماره وجبت بوكلان وصوبت فواد في 4 كيلومتر وهرقت وخرجت الماء وقالنا راه في التالي حقا راه غنضامنوا معاك وغنتعاونوا معاك شي حاجه ما شتها. حتى حاجه ما كاين. هاد الناس راه خاصهم يشوفوا معنا شي حل ويشوفوا هاد الفلاحه. حنا الشمندر خلوه فينا والدينا هنا المخير مبليين بهاد الشمندر. ولكن كل عام تنقولوا حق هاد العام راه غايشوفوا من حالنا. الساعه ما بان لينا حتى حل. راه حنا قررنا باش ما نزرعوا حتى خط الا يكون معنا شي حل. ثلاثه د الحوايج اللي كنركزوا عليهم كما قال الاخوان كاملين بلا ما نعاود نكررهم انا. عندنا الحلاوه عندنا المشكل ديال الحلاوه. هل في الدان هل بارسيله هي هذه الخط كتشارجي منه الماكينه كيمشي الفياج الاول هذا عطاه 16 كيتبعوا الاخر دير له 12. علاش هو سلعه وحده وخط واحد في الفدان وارض وحده؟ علاش هذا اللعب؟ حنا الفلاحه كنعانيو كان راه كاين الخشونه في الحلاوه وفي الوسخ. راه ما كاين حال اخويا راه تطاب قلبنا. عاد نضنا باش درنا هاد التظاهره وجمعنا هاد الحباب وتجمعوا الناس وبغينا نضامنوا يديروا معنا شي حل كباقي المدن كيبني ملال كي الناظور ما كيعرفوا لا قري لا حلاوه. جدتي الطون ديالك تاع تخلص ما جديتيش تيعرف راسو معاك كيكمل معاك كيعرف راسو شحال يتخلص. اول حاجه كنطلبوا منه وهي الله يجازيكم بخير يعطينا تفسير لهذه الزريعه اللي جاب هذا العام. انا هنا عندنا يقين تام بان هذه الزريعه اللي جات فيها فيروس مرض. او ثاني حاجه مهمه الفلاحه هي تخرج لجنه طالب بالوزين تخرج لجنه حره
من 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 بزاف الوزارات، من وزاره الفلاحه، من وزاره الداخليه، من ناس مختصين ياخذوا التربه، عينه ديال التربه من الاراضي، من الارض لي بارسيل اللي كانوا فيهم الشمندر، وتمشي للابوراتوار اللي يكون هذا الشمندر اللي شاد فيروس غيخلي لنا الفيروس في الارض لسنين متعدده ما نعرفوش نعالجوه. هاد الناس كانوا تيقولوا لنا هاد العام تيبغيو يبرروا لنا الموقف ديالهم بالشتاء. شحال طاحت عندنا ديال الشتاء هاد العام؟ 400 500 ملم. حنا كانت تطيع عندنا في الغرب 900 ملم، وكانت الارض بوريه وكتعطينا 110 120 طن القطار. هذه هي النقطة المهمة والأساسية. ثاني حاجة، هاد الوزين رغم الأزمة اللي خلق لينا ديال الزريعة وجابها لنا وتكرفص علينا، زادنا ب ب ب ب ب بالقري، يعني الناس اللي كانوا كيتخلصوا ب 500 600 700 درهم، هاد العام خلص 300 درهم. زادنا ب ب ب سميتو على ب بليزامبيغتي بالوسخ، وصلوا حتى ل 30 40%. مي هذا منكر. هاد الناس كيفاش غنتحاوروا معاهم؟ خاص الانسان اللي غيتحاور معاهم يتحاور معاهم بطريقه علميه وطريقه علميه وقانونيه، وطريقه ديال الفلاح، ديال التجربه، ديال تجربه الحياه. ما يجيش واحد عنده لا تيوري ويبقى يقول له لا طاحت الشتا منا وغرقات منا وكانت كثيره منا، كلها كذوب. الشمندر ما بغاش يديفولوبا من شهر ثلاثه الفوق، وما بغاش يزيد. انا ماشي قاضي الشتا، راه قاضي مرض جافيه او لا شمندر زريعه بيريمين.